السلام عليكم من شمال الرياض، حي العارض. نسلم عليكم ونقول لكم هذه جولة سريعة في الأراضي اللي موجودة في حي العارض. طبعا المتر هنا يتراوح ما بين 1200 ريال سكني على شوارع 20 و 1500 700 900 على الشوارع 30، زي الشارع هذا اللي داخلينه الآن. هذا شارع 30، شارع تجاري. موقع يجي بالضبط الآن المنطقة هذه، تيجي موضع هذا ما بين شارع لي العام وشارع الملك عبد العزيز، أو طريق الملك فهد وطريق الملك عبد العزيز على شارع 30. فالشارع هذا حيصير على غرار شارع 30 السليمانية و 30 العلية اللي موجودين الآن، والثلاثين اللي موجودين في الورود في المصيف. طبعا الشارع 30 ممكن تبني عليه عمارة 3.5 أدوار هنا في الحي هذا إذا كانت سكنية، وإذا تبغاها تجارية فتقدر تبني 2.5 دور. فالعماير هذه مبنية على مساحة الأرض تقريبا 700 700. وخلينا نشوف. الله 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 عامل احلى، شايف عبد الله طق خنزير الرجال ونظف حركات. من اللي سوى كذا؟ ادري اللي سوى كذا. شفت كيف؟ سبحان الله، دائما اجي في الاوقات المناسبه. طق خنزير ابو الشباب، وين يا ناس؟ ما ادري صلى الله وين حطه. في مويه قاعد طرشك من فوق. خليني انزل اخذ لوكران. افتح لي. كلنا ننزل.